تحياتي لحضراتكم من جديد. ما زلنا معكم في الشأن العربي، ولكن هذه المرة من المشهد اليمني، حيث أكدت الحكومة اليمنية عزمها على مواجهة التمرد الذي يقوده ما يسمى بالمجلس الانتقالي بجميع وسائله. واتهم الناطق باسم الحكومة اليمنية راجع حبادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ قيادة قوات ما يسمى المجلس الانتقالي في بلحافة بمحافظة شبوة بتفجير الوضع العسكري ومحاولة اقتحام مدينة عتق عاصمة المحافظة. وأوضح بادي أن توسيع التمرد المسلح إلى محافظة شبوة يمثل تحديا واضحا لأهداف التحالف العربي للتهدئة وإصرار على إفشال كل جهود التهدئة واحتواء الأزمة. ولفت إلى أن موقف الوحدات العسكرية ثابت ومتماسك وقوي في التصدي للتمرد المسلح الذي تقوم به ميليشيا الانتقالي. يحدثنا في تداعيات هذا الأمر الأستاذ عصام الكاشف، الكاتب المتخصص في الشؤون العربية. أستاذ عصام، تحياتي لحضرتك وصباح الخير. أخيرا أستاذ أي، يعني عندما قرأت هذا الخبر ربما لا يختلف كثيرا عن سياق الأخبار التي نتابعها يوما بعد يوم في المشهد اليمني، لذا سؤالي لحضرتك الآن، يعني ما الجديد في المشهد حتى نقرأه بشكل مفصل معك؟ هو في اختلاف كبير جدا بينه وبين ما يحدث من قبل. فالعشر الأيام الماضية كانت فاصلة في تاريخ اليمن، حيث تمت كشف النقاط عن مخطط من قوى خارجية تحاول استهداف الأمن والاستقرار في اليمن، خاصة أنه استهدف العاصمة السياسية المؤقتة عدن، ثم انتقل إلى أبين وهي مقر أو نقطة تمركز العناصر الراديكالية، سواء كانت القاعدة أو تنظيم دولة داعش. والتحرك الآن على شبوة الساحلية على بحر العرب، وهي تعد نقطة الانطلاق والدخول والخروج إلى اليمن من العناصر الراديكالية المسلحة. إذن ليست هناك قوى تستهدف الأمن والاستقرار فقط، بل أن حقيقة الأمر تؤكد أن ما بات يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي ليس لديه القدرة ولا السيطرة على العناصر المسلحة التي تتحرك في الجنوب، وليس لديه سلطات ولا صلاحيات على هذه القوى العسكرية. إنما المواجهة تمت بين اللواء 21 ميكانيكا التابع للجيش اليمني، وهي تعد هذه قوة بسيطة جدا استطاعت أن ترد هجومين في عتق عاصمة شبوة لما بات او من اطلق عليهم نخبه الشبوانيه، واستطاعت ان تحطم لهم معدات كثيره وتوقع بينهم اربعه قتلى وعدد من المصابين، وباقي القوه فرت ولاذت بالفرار امام قوى الجيش. وسبق ان احنا اشرنا الى ان القوه دي بتتمثل في اللي هو 21 ميكانيكا، وهذه قوة بسيطة جدا من قوى الجيش اليمني. طيب الجيش اليمني أصدر بيانا أكد في سيطرته على كافة المناطق في شبوة وسيطرته الكاملة على الأرض. النخبة تحاول أن تؤكد أن لها وجود، تطلق بعض الصواريخ والقاذفات باتجاه العديد من المدن في شبوة، لأن هذه ليس لها أي من التأثير أو الأثر على الحياة المدنية أو المدنيين، وإنما هي تستهدف بشكل عشوائي أن تقول نحن ما زلنا متواجدين. طيب ما بعد شبوة، يعني الخطوة التالية التي يجب أن تكون حاضرة أستاذ عصام؟ يعني تعلم جيدا أن هناك مناطق استراتيجية كبيرة وكثيرة في المشهد اليمني، ولكن دائما هناك التركيز على بعض المناطق الحيوية الموجودة في اليمن كالحديدة على سبيل المثال، خاصة وأنها يتم النظر إليها بأنها مدينة تحمل الكثير من الأهداف الإنسانية وحماية المدنيين الذين يعانون من أزمة إنسانية مفجعة الحقيقة، والتي تؤدي يعني ونشعر بالحسرة عندما نتابعها في الأخبار يوما بعد الآخر. إذن يعني ما بعد شبوة، يعني الخطوة التالية التي يجب أن تكون حاضرة، خاصة وأن كمان أن هناك بالتوازي كانت أزمة في الجنوب وتوتر ما بين الجنوب بشكل كبير في الأيام المنصرمة والفائتة، يعني الخطوة التالية ما هي؟
دعوه عيدروس رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لتشكيل لجنه تحقيق يؤكد عدم مسؤوليته وصلاحيته وسيطرته على هذه العناصر المسلحه. ده نمره واحد. نمره اثنين، لابد ان تقيم الجيش اليمني فاعليه التحقيق العسكري والشرطه العسكريه والقضاء العسكري ضد العناصر المسلحه التي تبتدي زي عسكري بشكل قاطع وتصدر لهم احكاما عسكريه رادعه. هذا في المقام الاول. المقام الثاني، لابد من الجلوس على طاوله المفاوضات بعد تعهد ما بات يعرف بالتحالف الانتقالي الجنوبي من كافه المعسكرات التي سبق وان احتلها ونهب السلاح منها ونهب المعدات منها، لابد من تسليمها للجيش اليمني والتخلي عنهم وتقديم العناصر المارقه الى المحاكمه العسكريه. دي اثنين. ثلاثه، لابد من الجلوس على طاوله المفاوضات. عفوا. لابد من الجلوس على طاوله المفاوضات حتى يتم بحث الموضوع والتشاور حوله لتحقيق الامن والاستقرار والاتفاق على ما يتم الاتفاق عليه من نقاط خلاف. طيب، يمكن ابدا مع حضرتك، يعني سؤالي الاخير معك استاذ عصام بالنقطه الاخيره التي طرحتها في الخطوه التاليه التي يجب ان تكون حاضره في المشهد اليمني، عوده الى المفاوضات. لا يوجد مستحيل، ولكن توجد بعض الحلول يعني شديدة الصعوبة في تنفيذها، خاصة في المشهد المتأزم في اليمن. يعني كون أن نحن نتحدث عن حلول وعودة المفاوضات ما بين الأطراف اليمنية وأيضا ما بين ميليشيا الحوثي والجيش اليمني والجهات المختلفة، هذا الأمر لماذا يعني ينظر له البعض بأنه شديد الصعوبة وصعب المنال في تحقيقه في المشهد اليمني بسبب كل ما تمر به اليمن؟ لابد أن نخلط بين أمرين أهمين. أن ما تدعيه الحوثي من مظلومية ليس له أساس على الإطلاق، ولا ليس له أساس من الصحة بشأن المنفذ التي استطاعت السيطره عليه، وهي نقطه الحديده وميناء الحديده والصليف وراس عيسى على الساحل الغربي من البحر الاحمر. هذه النقطه ليس لها صله ولا رابط بالحراك الجنوبي او ما يسمى بالتحالف الانتقالي الجنوبي. هذه مظلوميه وهذه مظلوميه اخرى، هذا حق وهذا حق آخر. هذه الاتفاقية التي تمت في ستوكهولم حددت عدة نقاط لابد من الاتفاق عليها والوقوف عليها، والحوثي يرفض، والأمم المتحدة توفر غطاء للحوثي بشكل أو بآخر. لا تريد أن تسمي من الذي يعوق ويقوض اتفاق ستوكهولم وتنفيذه حتى الآن، ولا تريد أن تقدم عناصر الحوثي إلى المحاكمة الجنائية أو تفرض عليهم عقوبات كما جاء في اتفاق ستوكهولم حتى الآن. هذا جانب. الجانب الآخر، المجلس الانتقالي يتحرك بقوة خارجية وليس لديه سيطرة الآن على عناصر المسلحة التي تتحرك على الأرض، وإنما هي تتحرك وفقا لمخطط تم تمويله من الخارج لهذه العناصر، وليس لديهم مظلوميه، بل بالعكس هم يستولون على السلاح الخاص بالجيش اليمني من القواعد والمعسكرات اليمنيه ويحاربون به الجيش اليمني والشرعيه اليمنيه. لذا لابد من تفعيل الشرطه العسكريه وتفعيل القضاء العسكري وتقديم هذه العناصر المارقه الى المحاكمه العسكريه، ثم بعد ذلك يتم الجلوس على طاوله المفاوضات. أستاذ عصام الكاشف، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركة والإيضاحات.